اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة السمنة، وتشمل الأهداف الرئيسية للاحتفاء بهذا اليوم الترويج لحلول أزمة السمنة وزيادة الوعي بها والوقاية منها. وتوضح منظمة الصحة العالمية أن السمنة هي تراكم غير طبيعي ومفرط للدهون لدرجة قد تلحق الضرر بصحة الفرد، كما أنها تتسبب في أعباء كبيرة في النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن السمنة تؤثر على أكثر من 2 مليار شخص، وأنه بحلول عام 2025 سوف يصاب أكثر من 2.7 مليار شخص بزيادة الوزن والسمنة، وحيث تعد السمنة من الأسباب الرئيسية للإصابة بكثير من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والكبد والسكر. كما تعتبر السمنة مرضاً مزمناً يتطلب تدبيراً طويل المدى في خطة علاجه، وذلك لأنها بطبيعتها تمثل مشكلة صحية معقدة ومتعددة العوامل، وتتأثر بالعوامل الوراثية والفسيولوجية والبيئية والنفسية، وترتبط بالعديد من العواقب الصحية الخطيرة. وكان لمصر اهتمام قوي بأمراض السمنة ومكافحتها لتحسين صحة المصريين، وقد حققت مصر تقدماً في اكتشاف وتسجيل المصابين بالسمنة بعد إطلاق مبادرات رئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية بين 50 مليون مواطن، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس بجميع المحافظات، وهو ما اعتبره المجتمع خطوة هامة واستثنائية للتغلب على معاناة المصريين مع السمنة. وجاءت المبادرة الرئاسية كخطوة هامة وبداية جادة لتشخيص المشكلة ووضع حلول مناسبة وفقاً لقاعدة بيانات مفصلة عن توزيع المرض وتباين الإصابات باختلاف الفئة العمرية.